وتقرير عن احتفالية تكريم سفراء العمل المجتمعي بسوهاج، التقرير لزميلين محمود القاضي وخالد المشلي. بحضور جمع كبير من أبناء محافظة سوهاج العاملين في قطاع خدمة المجتمع والمهتمين بالشأن العام، نظم اتحاد شباب محافظة سوهاج الاحتفال السنوي الثامن لتكريم سفراء العمل المجتمعي بالمحافظة. سوهاج السابق وهو من رواد العمل المجتمعي والخدمي بالمحافظة، ونخبة من رجال القضاء الإداري ومجلس الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية والإعلاميين. عبر المشاركون في الحفل عن أهمية العمل التطوعي بكل صوره لما له من العديد من الفوائد التي تعود على الفرد والمجتمع بالنفع، وما يحمل بين ثناياه من فوائد تحقيق الذات وتعزيز الثقة بالنفس وتطوير المهارات القيادية، فهو وسيلة للإعمار وكذلك إسعاد الغير والشعور بالسعادة والرضا. وأشاد الحضور بالإنجازات التي تحققت بمختلف قطاعات الدولة والمشروعات القومية الكبرى وكذلك مبادرة حياة كريمة. شيء عظيم جدا أن يبقى في هذه الفعاليات في محافظة سوهاج، يعني ده إن دل يدل على مبلغ الذكاء في إقامة مثل هذه الفعاليات، خاصة أن صعيد بقاله سنين على الهامش. النهارده في هذا العصر وفي هذا العهد شايفين اللمسات وشايفين الحراك وشايفين النشاط على مستوى الثقافة ومستوى الإعلام ومستوى الرياضة ومستوى تفعيل المصانع اللي الصعيد كان محروم منها لسنوات عديدة. هذا إلى جانب بقى الأماكن العمرانية والمدن الجديدة، يعني في سوهاج الجديدة وفي جامعة سوهاج الجديدة، فيحق لهذا الشعب أن يرفل في النعمة وأن ينعم بهذه المكتسبات. شرف كبير أن يوجه لي هذه الدعوة كي أحضر هذه الفعاليات وأشارك ولو بقدر ضئيل في هذه الفرحة. يسعدني ويشرفني أكون، وأحلى حاجة قلتها أحمد جوهر قلتش أحمد جوهر بقى، أنا راجل صعيدي طبعا ومن الأقصر، وسوهاج دي بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا جدا، والقناة التامنة غالية عليا جدا جدا فوق ما أنت تتخيل، يعني لأن ذكرياتنا وبداياتنا كأي جيل من جيل التسعينات زي ما بيقولوا، يعني بدايتنا كلها طبعا القنوات زي الثالثة والرابعة والخامسة وبالذات التامنة وأنا ابن الصعيد يعني. طبعا الاحتفالية دي بتمثل لي حاجة كبيرة جدا، لأن أنا كل احتفالية هنا تبع محافظة سوهاج وتبع جامعة سوهاج وتبع أي حفل زواج جماعي، أي مناسبة سعيدة بتبقى في سوهاج بتسعدني أنا كأحمد جوهر جدا جدا، فبقى فرحان أنا جاي النهاردة بقى موجودة. سعيد بتواجدي في سوهاج، وشرف كبير دعوة الجامعة جامعة سوهاج لشخص المتواضع. حقيقة أنا سعدت جدا، يعني مجرد من نزولي من القطار لمدينة سوهاج الحقيقة حاجة محترمة جدا، شايف يعني شوارع نظيفة ومرتبة ومنظمة، بلد أنا حقيقة أتشرف بزيارتها، حقيقة سعيد جدا جدا بتواجدي فيها. الجامعة، الشغل، الفعالية الموجودة الحقيقة يعني شغل راقي ومحترم، ده بفضل حضراتكم بفضل جهود وسواعد الزملاء الموجودين، يعني يا رب تطلع الفعالية بخير إن شاء الله، وإن شاء الله للمزيد والنجاح إن شاء الله. اتحاد شباب سوهاج ينظم احتفالية تكريم سفراء العمل المجتمعي. خالد مشنب، طيبة.